وروح هذه الأذكار لو أن المؤمن استطاع أن يقرأ في كل يوم 100 مرة الفاتحة و100 مرة قل هو الله أحد. سيد الأذكار كتاب الله، وأفضل الأذكار كلام الله، وأجمل كلام الله قل هو الله أحد. أن تذكر صفة الله، صفة الرحمن، فلو قرأت في كل يوم 100 فاتحة و100 قل هو الله أحد فأنت ذاكر من أن أفخر أنواع الذكر. أعلى أنواع الذكر أن تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، وفي الفاتحة ختم القرآن، كل فاتحة يكتب لك بأجر ختمة، وكل 3 مرات قل هو الله أحد يكتب لك أجر ختمة. فإذا قريت 100 فاتحة فمعناتها كل يوم ختمت كم ختمة؟ 33 ختمة، 100 فاتحة 100 ختمة، و100 قل هو الله أحد ب300 ختمة، فاجعلهم هيبة 33 ختمة قل هو الله أحد، اجعلهم هبة لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، ثم إلى أرواح والديك، وبعدها هدية أن تكون سابقة إلى قبرك، فبتجعل قبرك يمتلئ بنور الله. فإذا أتاك الأجل ونزلت إلى القبر رأيت أنوار القرآن من الفاتحة وسورة الإخلاص ملأت القبر، فيكون قبرك عليك روضة من رياض الجنة. هذا ذكر الله في رمضان تعملوها؟ مين منكم عم يعملها؟ مين قائم فيها هيك 100 فاتحة و100 قل هو الله أحد؟ اعملوا فيها، خذوا النصيحة في شهر رمضان فيها العشر، هذا 10 ايش؟ المغفرة، لعل الله أن يجعلها مغفرة لكم. كل يوم إن شاء الله 100 فاتحة، 100 قل هو الله أحد، 100 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 100 لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كنز من كنوز الجنة، كمان 1000 لا إله إلا الله، 1000 لا إله إلا الله بيقعد معك 10 دقائق، وإذا كان على الصفة اللي حكيناها بيقعد معك نص ساعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تقعد معك 1000 لا إله إلا الله، فبتكونوا سجلتوا أنفسكم في صحيفة من يغفر الله له في شهر رمضان. ما فقط المغفرة، وكذلك هناك في كل يوم لله 600,000 عتيق من النار، كل يوم 600,000 يعتق من نار جهنم، فالذاكر يسجل فيهم، يسجل بين من يعتق الله رقبته من النار. فبتكون حصلت هي حصلت هي، وازدادت صفاء، ازداد صفاء قلوبكم وتنورت بصائركم، ففي ليلة القدر بتوفيق الله تشهدون روح سيدنا جبريل معكم. فهذا كله يلي بده يشتغل يا ابني، بده يلي بيشتغل يوصل، والمقصر المقصر بتمره.